العيال اللي مقصرين ترى بجهز عصا. لا لا يموع لا. سلام حبيبي صح يدك بس كذا صح؟ بس عشان تطلع معي اسامة اسلم. اليوم من هالمنبر اوجه تحية لابوي الغالي. اي والله كفو عسى الله يحفظه لي ويطول. امين امين يا رب. امين يعني مهما قلت ابو فهد مهما قلت ومهما ابو فهد اي لاف يو ادعي لابوي ابوي يغسل كذا بالله ادعي له تكفى. ابو محمد ابو محمد يا بعد قلبه عسى الله يشفيك يا رب وعسى الله يشافيك ويرزقك بالرعيالك ويرزقك بالعطيه. اللهم امين. ان شاء الله سعد حفيدك سعد يا رب جميع مرضى المسلمين يا رب الله يشفيهم ويعافيهم. لا تنسوه يا المستمتعين اللي تشوفونه والمشاهدين من خلف الشاشه تكفون. ابوي يحتاج دعاكم والله العظيم احبه هو يحبني وكلهم كل واحد يحب ابوه. صح لا حط طلع سكر بصح ممكن تصادف الدعوه ساعه استجابه. اي أيوة والله صدق يا سلام. تكفى لا تنسونا من دعاكم. تكفوني اللي تشوفونها بشوفه كيف كمل يا اخوي وراك انت الحجر اخي. انا دائما اول اربع ثواني صوت كيف العمل لا مشاهدت ولا كفيت. خلوني احب خشمه والمسك فوفه لو كان شوفه نجم علي الجمعه لو كان شوفه عيال غش اذوق نفسي فهمت؟ ليه ذوق نفسه؟ سمت لا 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 والله ذاك والله ذاك والله انا حسين بيزعل بغيت تنشب. قولوا يا كرام رددوا الكلام هلا قولوا يا كرام رددوا الكلام كمل يا اخوي خلاص اولا اولا اي صح يا عبد الله ادعو لجدة ابراهيم الله يغفر له امين الله يرحمه جدة من؟ يا رب ابراهيم النجاشي توفى سليم. اسالك بالله بغيت اقول لكم ادعوا لها لانها في العنايه. لا لا توفى الله يغفر طالع الرجال ابراهيم الإدارة تفاهمت ما راح الله يرحمه الله ابوه امس يقول لي تكفى لا تعلم انها حالتها مره والله يرحمه ابوه شو اتصلت معه؟ جاء عندنا هنا ابوه يومين. لا والله صدق ابوه جاهز. ابوه يقول ابوه كيف دراه؟ يقول ابوه ايش دراه؟ حنا اللي ندري هو ما يدري ايش دراه يعني امه انقمه. اسال الله يرحمه يا رب. اسال الله يرحمه. اي والله ولا ايش صار على لحم موتان؟ لا لا بشر يا ولد ما عندك الصاج ابو يد. بالعكس شباب بالله دقيقه فهد الشهري بالله ايش رايك؟ والله بالطعم والله فنان الحمد لله شباب اسامة بعد المغرب اليوم ضروري تلبس رياضة لأنك بتلعب معي لعبة من؟ اسامة كلنا كلنا ارحمنا ارحمنا عادي يعني والله لعبة حلوة فكنا من الماء اي موية لا موية ما في موية بعد بكرة اسمع انا اقول توزعهم على النخل اسرع واحد تلقى نخل اسامة اول واحد يفوز تبغى انت تمر معك يا ابو سعد عندي فقرة ابو سعد معك سم والله يشرفني عندي مسابقة انا والله طيب وانا يشرفني يا اخي استضفتوني بس اول يومين بالبرنامج بعد ما حد قام استضيفه انت انحاش من العابنا استضيفني يا عيال بالله تراه انحاش من فقرة الموية ادري بعدين جاء قال لي انا ما ادري ايش وانا يا ولد الرجال ما ينحرق يا ولد ما ينحرق ما يحرق لك ما ينحرق ما ينحرق الرجال ما ينحرق قال ايش قال ما ينحرق كلمتي روح شيل ودي يلا دورمن اللي ما ذكر اذكار المساء يا اخوان تكفون اي والله ذكر بان الذكرى تنفع وذكر فان الذكرى تنفع كلام الرجال خلي الرجال تنفع الرجال ما يحترق لا يا جماعه طلع من نص في لغم هذه والله انت كنت فين؟ قلت العاشه يا ولد يلا حي على مجلسنا هذه جلسه يا مرحبا بشخبوط ارحبوا ترحب المطعم مرحبا والله هو مسهل لكن يلا حي عينت خير حياك الله على قلنا الكلافه والله ما ترد والله ما ترد انا طلب ما شاء الله تبارك الله لب الكيوت والله لب الكيوت شبه الخبره شفتني ما وانت نصها عجين ونصها حظي يا ولد انا من امك يا اسامه عسى الله يحفظك يا رب اقول لبيه شو اسمه؟ عطاء عين الشهيد عبد الله مجروده عليه لا 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 مالك هم مره والنجر مجرود مره مالك نور والقز مجرود
مره مره يا بما ان هذه القرصان اول شيء هذه مراصيع والله مراصيع مراهيب شو اجتمعتوا انتم اقول لك الله يرسل لا 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 والله انت اكل دي والله يا رجل جيلة والله انا مذهب الله يخليك انا مذهب تبي عسل؟ ايه والله اني مذهب ارحب يا ابو مسفر تبي نوتيلا؟ منور الجلسة تبي نوتيلا ولا عسل اختار؟ لا جلسات هي مول لا لا تكتل العسل لا لا بس انا سمعي وهي بس شبي سم اعطيه بلافي عني والله احبكم المقلبة هذه وتطيح بطونكم بدون اي تعب وبدون اي جهد عصيمي بعدين ما وقفتش ايه ذكي جاي تتغدى هنا وتروح جعل الله عليكم واحد واحد جعل والله فيه العافية لا دقيقة عسل عسل لا بدون عسل يبي بدون عسل يا الله لا بدأ العيون النقر والله أنا مخققت قسم بالله عيونك اي والله جعلها فرق الدين كان مخققت والله مخققت واليوم قلت لي الصباح حلفت بالقرآن تنكر والله أنا ما خققت تحقق انا والله تبي الصدق حققتني يدانيك اللي ما لها شحمه تحت كذا على طول بكره بنروح مشحمه نزينها استغفر استغفر يا سيدي خلقت الله ما حد يعترض عليها هي خلقت الله لكن عاد ايش اسوي انت عشان البر اثر عليك زياده ولا ما تعرف العلوم هو تبع الناقات صح لسانك بعرورات يفكر كل البعرورات زيي مش بعروراته علم نفسك قلبل هبه البخ يعني مبسيك ولا مبسيك لبيه هامر خلصت يلا فاصل باقي انت ما وكلتني هذا يبي تغدى هذا عندك القدر حقنا يلا لا ما بي ذي ابي واحد مرصيع اللي هناك اللي بالنص ايوه ما صبيت لي يا ولد اللي يبي عسل ولا بدون لا بدون عسل مشاهدك عسل يا قلبي ها تعال تبيع الكلام لا تحاول يا سب بغيت قرط بغيت تقول ابوك ما ادري والله ونفس الناقات نفس الناقات اي والله اثر عليه اخواتنا انه يا غريب يا غريب البل صارت خواتك البل اخوانك والله انت هبت ريحا نبى والله عسل انت العسل عساك بتسمي مسفر ايوه ان شاء الله والله بسمي عليك الله يبارك فيك يا ابو محمد ابوي يتشرف فيك والله تبشر بسماية اسماية وش بتعطيني اسماوة غرفة نوم كبيرة اسمع كبر راسك عطية عطية وجهك محمد سعد السالم ونعم اسمع محمد سعد السالم ونعم ونعم عطية شف عطية البخ خلاص خلاص والله ما عاد عيدها محمد سعد السالم شف يا عطية شف انك مج والله اسمع العيال يوم كلموا امهاتهم خلني اعلمك يا انت يا ارفل يا مطفوق والله اني معلمك من اول ما وجهتك قلت وش نظرتك فيني قلت والله انك مطفوق وسبوق وتنذر الغبوق اسمع صح لسانك وشلون لا ما هي قصيده اسمع والله يا عيال تخلوني حدسي على عطيه ولا على ما يشهدون الرجاجيل ارحب يا اسمع اسم اللاعب خلني اكلمك على ما يشهدون الرجاجيل انا اليوفي كريستيانو كانك بتسمي علي ولدك شخبوط لا والله اسمع يحرم والله ما يسمي شخبوط اسمع يطلع خاله مع شعر البل لا يكفي ابوه بس بيروح للبل اسمع على ما يشهدون الرجاجيل ان سميت انت علي لك منقيه بعاملها اكوافك اكوافك منقيه كامل ابك وافقت بتسمي علي ابك وافقت وش يعني ابك يعني موافق بشده جدة جدة ها بتسمي علي تم يا شيخ طبوط وشو انا قايل لك والله لقطع علي شخبوط طيب انت امك تقول عطيه اي بس لا تقول شيخ طبوط وانت لا تقول عطيه خلاص والله ما عاد اقول يا عطيه والله ام هذا من السابقين ينادون عطيه خاف الله خلاص يا عطيه ما عاد يناديك عطيه ما يمت تقول ايش تقول لي قلت من عطيه تريتي حق فل ما تكلمتها يا ام هنا الله والله دائما يقول كبار الحجم يجي عندهم العيد ايش تبغى يا شيخ صبر طقه والله انا معك والله العظيم صح ان ذا العسل على وجهك كذا انا عسل مع عسل عادي يسمونه شو شخبوط يقول اخطبوط والله تعال سلطان
المراهيف المراهيف اول سلطان تعال 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 من المراهيف طيب يا اسامه ليه ما تبيع المراصيع دي دامك انت اللي تسويها انت فيه ليه ما تبيع هو كلبه ها هو كلبه فكر اي بس لي نسبه انا 30% القز حلالي كامل انت مايك في الاداره قالوا تبي تستحوذ على المجلس هنا وتبي نسبه هنا جات رزق الله هنا جاي يشتغل اي والله جديد جديد هذا خبر دقيقه اصبر اصبر عطيه صرح وش قلت هذا ايش اسمه يا مراصيع مراصيع ايه هذا عندنا ما هو لحوح دقيقه من اول وافل ودي ايش اسمها بانكيك بانكيك وشو بانكيك ده تعرفه بني كيك ما هي بني كيك بانكيك بانكيك والله الحوح سوى الحوح انت بتغلط عليهم تدري اصبر 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 والله فنان تدرون انكم انتم 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 بالله اسمع يا ريا يا ريا خلينا نتكلم ولا هم يا ريا ابو لافي يا الربع الناس حتى ما شافت انتم دالحين انتم دالحين والله جايبين يا ولد يا ولد اسكت خلي وسع بالله وسع الجلسه عشان يبينك شيء بالله وسع الجلسه ارجع انت اللي وسع انت اللي مغطى على الكاميرا يا شيخ اسمع لا وسع وسع سم يا ابو مستر اسمع سم ايش بلاك حرق قم اقرا حرق هذا عطاك حرق حرق يا شيخ طبوق ما حال لك كلام رجال يا اخمط والله ما يتكلم الا فهد اسكت خلي الرجال يتكلم اصبر دقيقه والله قول له البخ البخ يقول لك اخمط اصبر ابي لي والله حاجه والله ما يتكلم ابي لي حاجه لا 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 والله العظيم لا عاد تقول اخطبوط اني ادخله في وجهك كذا والله امي ما ترضى والله اسمع تدعي عليك اسمع يا ابو سعد سم يا مال العافيه وين تعلمت يا مال العافيه ما عليك اسمعوا طيب انتم مش بيضركم لو قلتوا مراصيع انتم يا اللي مسمينها كنكيك بانكيك طيب وش يضرك لو سميتها مراصيع يا ولد علم تبصرها بانكيك وش بيضرك ليه ليه ما 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 ما, ما, ما تقدسون مصطلحكم البدوي لا مو بالبدء القديم حن لا حنا نحن حنا مع الرؤية 2021 كلنا دامك جبت صاري الرؤية كلنا صفقة للرؤية صفقة للرؤية صفقة للرؤية من اليوم ورايح واسمها كنكيك بانكيك بانكيك وضيف عليها نوتيلا ترى اول شيء الرؤية 2030 حنا يعني سنة 2021 هالسنة فبكرة عندنا وافل وعقبة عندنا طيب الرؤية رجعت الأيام زمان أيوه الحين صار يمجدل بل ويطلع العالم كله اسمع لا توهقنا مع الرجال ذا صدره قوي ويقدم كفو فما قلنا طار البل عطا يلا يوم الليالي المعاسير صح لا لا شف شف كنسل على البل لعيونك يا شيخ جعلني مبتيك بس لا تكب الشاي ولا تسيك يا ابو مسفر نعم انا مع السالم انت ايش تبينا فيه؟ اخطب ايش اسمك انت؟ شخبوط والله العظيم لدخل الشاي ذا في وجهك والله اني ما اكذب ها بس اوعد المستمتعين والمشاهدين من هالحزه ها انك تسمي سعد وانا اسمي مسفر لا ابيك تسمي شخبوط طيب وانت تسمي محمد التم؟ اسمي محمد والله اسمي حلو اسمع 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 اديني سميت ابشر بالناقه اللي قيمتها تدري كم فوق ال 500 والله العظيم وببيعها اسمع عاد اغيرها في الاحوال لا اسمع ما تغيره اكل بدوني اسمع ما تغيره نجهز اسمع اوقع عقد انك ما تغيره مدى الحياه والله ما تذوق الشاهي طيب بالله وليد هذا ايش يسمونه عندكم شوف عطى 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 ايش اسمه هذا ايش اسمه؟ شخبوط ايش تبي تاخذ الشاي والله ما والله دلوقتي. ما اخذ الشاي بس وش ذاك؟ سمي وليد ها شفتوا شو؟ اسمه بانكيك وليد ها ما يبغى له بانكيك شفت؟ هذا مع الرؤية ومع 2021 كم عدد الفعاليات طولت يقول مراصيع مراصيع مالك الا نصيب منها تشتبه شوف مالك الا توقع في بطنك وليد وليد جاب الجزاني خليني اعلمهم هذه تكفى لا لا يا رب تنسحك يا خاطري خاطري خلاص ما نمنع بعد هذا الفرصه مره واحده او 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 ليه جبت الصاج يا فشاخين كل شيء جاهز ولد ولد والله شخبط يا ناس يا الكرزماوي والله شخبط يا ناس يا الكرزماوي اطرق من الاحساس يا الكرزماوي اطرق من الاحساس يا الكرزماوي قولوا يا كرام هلا رددوا الكلام هلا قولوا يا كرام هلا رددوا الكلام يا ابو قلب طيب يا الكرزماوي يا ابو قلب طيب يا شيخ طبوطيه ولد
كمل كمل. لا ابدي عسل هنا فيها. ابشر. يخرش. والله يخرش. ابشر بالعسل. تعال. هيه مراسيل. دخلني انا. كيف عسل ياكل عسل؟ دقيقة والله. يلا دقيقة والله مستحيل. سلطان مبسوطين عسى كيف؟ كيف؟ والله خدمات عندكم. اوه. هذه الجلسة 5 ستار. عطية. انت قرمن تاكل الكنكيك. لا 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 لا. لكن هرجك بعض الاحيان يبي له وزن يا عطية. لكن هرجك بعض الاحيان شعبطية. جيت معهم بعد هذا اقوى مني ما اقدر اقوم له. من فين جاب عطية؟ انا اعرف من اقوم له. شايفني غبي؟ شايفني غبي؟ بس تقوم على وجهك. ايش يقول؟ يد ما تقواها جبن. صابحها. وش دخل جبن؟ يا هلا مرحبا. ويقول لك اذا كان صاحبك عسل سده السريع. لا ممكن. والله علمنا الرجال. لا انت يا ابو ذن صغيره تعال اجلس. يا اسود اللي كان صاحبك عسل ما تحصلوش كلهم. اجلس 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 اجلس. ارحب يا عم ابو مسفر. والله اني اشوف في عينك الشهرة. في عينك بعيد على شاربك الورد بالسماء. اي قولها قولها. شوف في عينك اليمنى من الورد بالسماء. لا كذا بتصير انا اليسرى. والله انت عجاج السنيني. عينك اليسرى من الورد بالسماء. عينك اليمنى عجاج السنيني. في عين مين العين بالضبط؟ في عين محمد عبده. في عين محمد سالم. جمرة غضا عطاي ابو شهري. هو ذاك ما ادري كانت بصبيط اللي قايلين لك جمر. ايش هي الجلسه هذه؟ يبي لها ايش؟ فن ايش؟ لا فن فن جمره فن هو يعرفه. ما ابغى ايش بدا مسك على جمره غلط. اسمع ما انا باغاني اص اغاني في البث ما يجوز. ما يجوز ما يجوز ما يجوز شرعا شرعا ما يجوز. سكن مثل الاحباب ثلاث ايام يوتيوب. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. يلا دو لا 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 يا لا لا. لبى النمص وهوى والشعف والجبن دلوعت الغينية ويلي على جوها. يا لا 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 يا لا لا لا. صبيب ذا حرقتك يا يلا كمل يا ولد. عصرية هو ناسه وفله ولعب حجاج. والله اكبر صيع تبو العلم. والله جلستكم ما فيها ثمرة الا للمرسيع. اجلس تعطونا معلومات. من قال من قال من قال؟ والله مجلسنا يا اسامة يا اسامة مجلسنا ما به نفس ثقيلة. هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيد زن ما ندور مثيلة. صح لساني قول. عبدك الله يبدنك. عطني عسل. ابو سعد بالله لو طلعت والله لا تبكي ولا لا. والله العظيم ما ابكي. جعلني ما ابكي ولا ابكي. اسمع يقول احترت من بعض المخاليق وشلون تفكيرهم في بعض الاحيان موسف. لا من تحاكى وقالوا ابليس ملعون. هم يلحقون ابليس في كل موقف. عزالك بثنيات حبدانك يا بعد. الله مني صايم بس شاهدك. انصايم لا وصايم. محمد سعد خلنا ناخذ معك فعاليه حلوه. ابي شخبوط بعدين بعد هذا البرنامج وصبر اعلان باللهجه البدويه. كيف تقابل بعد برنامج عقد انه ما يمس اي خادش او يخدش العقد خوادش او شيء. وش يقولونه يعني؟ اي نوقع عقد انه لن يتم خدش اي لهجه بدويه حضريه. لا حضريه عادي مسموح. لا والله بدنا نزعل عليك. خلاص يلا مو مسموح لا هذه ولا راحت. ما بس نوقع عقد راحت ان ما تطلع اي لون او اي اعلام بدوني. قاعد طالع فيه كيف هذا مزح. اي منتج قاعد طالع فيه ماسكها بالغطاء بس هي زحرة سام وي تمشي هلا اعلان بس صراحه امين وتفاق الفلوس عندك. فيصل امين يا اخي يوزع. يلا حي نايف يا مرحبا المليون منور بجلسة الشمالية.
الله حي ابو الرخفان الشمالي الحايلي الهواء شمالي خلوا البساط احمدي يلا حي الرخفان جاهز والنصبيب على قولتكم اسمع العلم يا زين والله عيونك اي بعد روحي يا رجال نص المصابيب تحت الفرشه بس اجلس استريح استريح ابشر بالمصابيب ايش تبي؟ تبي شيء ثاني؟ لا والله ما ابي ابشر لا والله بتعورني لا لا اشرب يا رجال شفت ان محمد سعد صوته ابو ناصر ليش؟ يا وليد الله لا يوفقك الله يا ابو مستر وش كنت ما سويت شيء ابو مستر هاي تبي العلوم دائما يا شوي شوي انا من المظلوم لا تصير رده فعل يا ولد استعلى يعني زي رخو العيال انا رش من يا عيال استغفر الله والله لا يا كل الله يسد حلقه الله يسد حلقه في هذا اليوم يا رب تسد حلقه استغفر 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 بالكلام الطيب امين 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 وصل النايف يا مرحبا بك يا نايف الاكلبي الله يبقيك يا مرحبا بالرجاجيل الجالسين عطى عطى كوب نايف هذه قصيده ولا قصه ولا صارح محاوره بيوتهم كسر صارح لي ولد احس انها قصه عاد نعطيه عشان يقول من عدى هذا كوبي ترى ما عليك والله لا كوبي والله انا ما ابغى شربت انا يقول لك كوبي اشرب منه عادي موجود يقول يا نايف يا اخي انا ما ابغى صبيته لك كيك امراض ماني مشارب تستهبل انت صبيته لك والله صبيته لك ابو حزام ولد هذا فادي الشيء صبيته لك يقول كنت احس منك على الشده عوي ما حسبت انك تبي تسعد وفاي واخوياك اللي معك في كل حين قبل مده كانوا اعز اخوياي قبل تتعرف عليهم بسنتين يوم تقضي اغلب اوقاتك معاي يوم خدك يوم دمعك فوق خدك يا الحزين موقفوا لك اقرباك واقرباي ما رنسانتك وعندي يقين ان مهما قلت ما تلحق جزاي اثاري لي نيه واثاري لي نيتين زين هرجك عندي وشينه وراي وبالنهايه كل ابونا ميتين مير ما ادري عن سراك وسراي بس ابي لاموت قبلك حاجتين لا تجي دفني ولا تحضر عزائي الله الله هذه القصيده الشاعر للشاعر جابر ذروفي والله الف نعم والله نعم صفقه له ارخ والعيال هلا بولد العم هلا هلا بك هلا مره احنا نسوي كذا احنا سوي كل العلم الطيب اي بعد روحي ايش عندكم يلا حيا اسلم ارحب بس حار هذا حل لغز بخيت فراي ايه. نايف ايش يسوي لك اسلم يا نايف نايف حار يا نايف هذا من حله بالله رغيف رغيف انا غير وما تعرف له اسمه ثاني حلها عبد الجذابي عليك امر الله بانكيك والله انه مصيبه ايوه ما يعرف انه يقول لك مراصيع لا مراصيع هذا بيقول محل شيء ولغز انا حلها احمد احمد من الشمري انت اللي قلت الربابه على كامر الله يا اخي مخك نظيف انت حط الفحاد شوي مخي والله انه مو نظيف بس قرب لنا فحاد يا فحاد والله انا صدق قبل ما جيت مخك في تربه وجيت لحاله انت والله فيها شاهي يا جماعه احزن بالشاي صبوا للشيخ فهد يلا حي ابو محمود الله يبقيك وسلم منور الجلسه الشماليه بنورك طال عمرك ما شاء الله دش فهد الله يبقيك وسلم دش انت وخلاص اي هذه الجلسة طال عمرك يا سلام جلسة حائلية بسوي لي جلسة تربية انا فهد بدون مخ ما هي تربية ما تسمونها تربية لا لا ما في احد اسمعك بس قمية من تربة طيب ما هون احس بتربة اللي عندك ترابية هذه كنسل المعنى ترابية جلسة ترابية العافية يا فيصل اسمع انا بشاهي يا ريجي ما الشاهي في شاي عندك يا فهد في عندك كوب جاهز ياخذ ياخذ شاهي لا لا بيجي 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 كيف طلبت بيجي 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 والله انت والله بيجي والله انت هذا كوب لا لا لي يا رجال المنشد يعطينا شيء والشاعر يعطينا شيء خلنا نحيي الجلسه اعطيت انا دور فيصل نايف نايف فيصل انا مشغول يا اخوي هات ابيات انا حصري وجديده و قصيد قصيد او تكفى بعد بالله والله ما سكت لا ناوي نسكت من القصيده لا مي الغادي ما عليه ما عليه ما عليه عوف وكذا عادي يا شباب في واحده حصريه خلينا نكملها ان شاء الله يضل وجه وجهك يا لك وجهك
عادل الله بسم الله عليه ما شاء الله تبارك الله مكسر وكاتب انا يعجبني كلامه ما شاء الله تبارك الله فيه ميزه واديب كله إيه؟ عادل فيه ميزه اليوم اللي يقضيه موسوعه يروح يكتب والله موسوعه اللي يعرف شيء اغنيه نشيد عن الشمال كذا بنحكم الجلسه الشماليه وكذا اي شيء وانا اقول ايش فيكم جلستوا في اخر القريه اساسا انكم في الشمال يعني إيه؟ الله عليك اجت صدفه يا اسامه هيا بعد روحي هالوجه هيا بعد حي احسن ناس بالدنيا الطايع يا حبيبي ايش فيه يا هلا ابو فيه جاب راس بتمرة بيض الله وجهك يا ابو ولافي صب شاي صب شاي شربي صب له بقمي شاهي يقول هاي العروس الشمال الغيم غد اضعطونا الشمال سلام سلام راح الله يا راسي النوم يا رجال ابي اربط فاصل اعلاني دعواتكم ايه ما نمت زين نسمة العصر حلوه والله تواجد نسمة والله الريق ما اقدر والله عيونك الحلوه اي والله صح 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 في عسل ما شاء الله تبارك الله على اسنانك انت ما شاء الله تبارك الله وسخان يا ما عندي في اسنانك لا لا خبز جميله تركيبه هي والله العظيم يعطيك العافيه ما اتوقع والله سلكنا تركيبه من الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوف ما يقول كلام زيك هو كلام كذا كذا ما يقول ما شاء الله انا لا اله الا الله فنان قرقر هذا لا الجمال والله والله ربانيه والله حطيت العسل ما شاء الله تبارك الله اسمه هيك احمد ما شاء الله افا ما شاء الله ما شاء الله ليش اي شيء غير ما اسنانك عشان اقول ما شاء الله بسرعه هو والله ما بتركيبه والله من الله اي والله الحمد لله على كل حال جمال طبيعي هو يا اخي انا اكلبي امسكها وانحرق فهد فهد هذا زين ثبته ابشر ابشر يعطيك عسل عشان ما تروح يمين امسك قصدك ماي غير ترى ما الشاب كله والله فهد صراحه لا 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 العسل انواع هو خصصني قال لي عسل سدر مايل عطني واحدة كبيرة بعد عطني يعني صخروها عشان تكثر الوجع كيف صح ولا بيض الله وجهك ايه بيض الله وجهك بقيت وقتها بعدها بعدها ايوه سوى ميكس ثلاث ميكس اربع سوى خبزة كبيرة هي اخرتها كبيرة خبزة كبيرة خلاص ايه هذا رسم واحد هو الحين ستة فوق رسم واحد شوف رسم فوق فكر كثير هذه مشكلة اللي يفكر كثير تصير لزق روح روح كمل كمل خلاص بس 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 طب كيف الحين هذه؟ نشيل هذه ما عليك في سكين؟ كيف نشيل؟ هذه لازم تقسم يوه فهد غلق الفيد كل واحد تعاين في لا خلاص غلق الفيد والله يا ولد لقمه في فم ولقمه في الصاج لقمه في يا ولد ايش غلط يا ولد ما شاء الله اخر واحد طلعت هو اللي ما تغدى فينا يا ريجي والله يستاهل يا ابوي ما تغدى اخر درجات كثير والله يا فتاة والله يا فتاة مكرونه من اللي سوى مكرونه؟ من سوى؟ مكرونه صراحه يعني اللي تطبخونه يتوزع عند الشباب انت كيف شغل كيف مكرونته؟ عامل عامل انا عجبتني مكرونه فهد انا عجبتني مكرونه فهد ومحمد صدق بالله فنان محمد محمد العطوي محمد الشهران اي والله قلبه قلبه كلهم شوف والله العظيم هذيك فيها طعم بصل يا اخي زياده لا لا واحد سلقها واحد بدون خلها خلها حلوه انت ما سلقتنا صح؟ اي ما سلقناها سر النكهه ما سلقتنا ما سلقتنها والله لهجه جيزانيه جميله جدا اشهد الله اني احب يا اخي الجميل روحك ولطفك وتعاملك وكرمك طيب طيب ان شاء الله يا عيال فودي نجب تعرف فودي نجب والله افضل والله قد جيت انت تقول اربع ايام ايوه تعالوا اذا ما خليتك تمدد اسبوع انا قال شيء الله يعزك والله تصبر يا نايف فرسان والله لا انا اذا طلعت الاسبوع الجاي ابراهيم اضبط مع انسق لكم كل واحد إيه؟ مع من انت تسق منه بدتس فرق الدعم حقتكم في ديره كل واحد طال عمركم يا عيال يا عيال يا عيال في كلمه جيزانيه في كلمه جيزانيه اتحدى واحد لا 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 تقول لي ببالي في كلمه جيزانيه ابغاكم تجيبون وش معناتها يلا عطم الكلمه شن شي شنشو ايش تشنشي شنشو ايش اخبارك؟ هذه صينية عقبة صدق وش تسوي الحين؟ ناس صحيح والله صينية عشان ما تشنشي شنشو ايش السالفة؟ بعد شوي الحين بعد شوي دي جزانية صدق؟ اسامة 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 ايش علمك؟ نواكب اللغة الصينية من زمان يعني الحين شلونك كيف الحال؟ نو 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 تعال 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 توكل على الله يا رجل ازحف ازحف مريض تراك والله ازحف
ايش فيه ايش فيه؟ روح اضربه يا ولد. اسحب 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 اسحب، ما احنا فاضي قدام البث. وهلا جالس. تعال. الدب انت. لا هو مو مدب. طيب ليه ليه راح يكلم الناس عني؟ ليه مو عيب؟ والله اللي بغيت تصارخ يا اخوي انت. وقف 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 وقف. ايش السالفه؟ طيب طيب طيب. تعال 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 تعال. شو انت اللي قاعد تراعي؟ لا لا اسمع اسمع. خلاص يا محمد. دقيقة بعلمك شغله. هدي 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 يا سام. نايم نايم دقيقة والله دقيقة. خلاص خلاص انت قاعد تتكلم قدام الناس خلاص. عندك شيء يجيك تحت قلبك. خلاص اسامة. عندك شيء يجيك تحت قلبك. مو قلبك. نايم شوف شوف. خلاص خلاص اسامة. والله العظيم تعال تعال يا سالم يتكلم معي يتكلم بأدب واسلوب لا 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 ما لا لا انت عندك شيء عندك كلام يا محمد تعال لي تحت هلبه مو تجي لي ملبس تتكلم قدام الناس انك تنذخ قدام الناس يا اسامه هذا ما هي علوم هذا خلاص يا ولد خلاص تعال طيب تعال ما هي علوم هذا تعال 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 انا ساكت عشان محمد انا ساكت عشان محمد خلاص محمد قاعد ترعيني الحين والله تجي والله بجي مع الله يخليك والله حلفت خلاص حلفت يا دب انا ساكت انا ساكت بروح ارخ لا عيب 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 محمد محمد لا لا والله لا القاه مقرب والله لا جردكم لا لا محمد تعال انا اثبت لك جاك المدير جاك المدير اصلا ابتسامتكم انا ما قلب ابتسامتكم حلو يا عيارة شافوا المدير جاي انا داري يمشي اللي جاء ونادى بس بعد يطردوا ما حد يطردوا واخر شيء ما طلعوا هذا مقلب تدري ايش ايش اسمه مقلب المناسب مقلب 2009 مقلب مقلب قديم مره ومكرر مقلب قديم مره قبل اشوفه قبل اللي ينحدر وطلعت غبار ها يا عيال ما اقدر اركض يا عيال ما اقدر اركض انا طلع بريه طلع مقلب هلا بعد الدنيا حار الله حي ابو حسن هلا ابو محمد مرحبا تعال تعال انت والحبال ذي اللي معك تعال تعال وترمي لي كلمة ما يضحك ذا اي اثنين يتهاوشون زي كذا عرفوا انه مقلب خلاص عرفناه ترى انا مقلب انت تقول بينه وبين ايش دخلك انت تقول لي انا ايش يخصك لا 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 انت بعد مشت عليك عارف انه مقلب انت مشت عليك لا احنا ما مشت عليك اقول خله بينه ما نعرف انه مقلب ابى اسكت خل اصبر قوم اضربه طيب والله العظيم اني ابغى اسكت ما اعرف انه مقلب وين تقوم قوم اجي خلني اجالد انا مقلب مقلب لا والله لا افقع راسك انا تعال ابو سعد هي مقلب يا عيال ها مقلب يا عيال لا ابو سعد انا بقرا راسك بردت روحك يا الله جوك التوام والدله والله لا احشكم كلكم تعال هذا غالي علينا هذا ما نقدر ما نرضى عليه يا رجال انت خويك ذا روح مقلب روح فشه اضغط بطنه خليه بجي بجي بس نايم يقول والله انت تجي والله انت انا كتب كامله تصير نتصابق بس ما ابي حيل والله ما ابي حيل والله النايف بغى يقرصكم نذر اني اشوفه انا قاعد بالله يصدق نايف انا والله مصدق انا والله صدق انا قال الكلام يصدق سامع تعال ابغى الاعداد ابغاك بعدين راح هو سامع والله ما دريت انا والله ما دريت اقول لك شيء كذا ما درى وفزع مع سامة ضدك شفت وانت جالس خويك جالس اي خويك وجالس بس شوف اقول لك من الحين يعني هذاك نيته وسخه يا حمودي امي تراي العب العب معك منهم كنا ما نشوفهم كنا ما نشوفهم كنا ما نشوفهم عفصوني يا اخي انت تستهبلين والله العظيم انت تعفو السته والله اقسم بالله يا اخي انت متعافي محمد يا دب انا خبر ميلي كلمات ايش الكلمه جيبه مين ذا طبقه صح غير اسم مين باقي طلعوا الحين كذا استفزها باحترام سلام يا انا اعطيت والله اني جالس عشان ما امتك احترام كنت بقول له ترى بالله ادب سلام انا اول مره ما اضحك يا عيال يوم اعطيتكم ظهر ترى قاعد اضحك اضحك في تحول اخر ابو حسن متى جاء هيا روح هيا سامها كيف ولد من رسمها هذا جاوب هذا طيب هذا اعطاني اياها من اول من اول اعطني المعقه يا حبيبي ايه هي بركه خلي ولد خلي ولد روح روح اركض خله 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 شوي شوي خله انت قوى سلامك نموت تدري بكره بكره عندي يعني في شيء مناكح شيء بعد المغرب طبخ رياضتك فقط انا ما عندي فقط الطبخ عندي بكره فهذا مين انت مين انا نايف الاكل بنعتبر مرحله رياضتك انت من عمر عمر ما نبي نتاكد من عمر الرغفان عمر 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 قال انت بتجيب العشاء ما ادري والله 11 بس تخاف فيها فقره ولا لا خله خله لا ما يا فرطيري وزعيزي يا غالي انا مو مركنه عندك امانه خذ قسمك هذا متكي ما
بس يعني انت يزود عايش هالجو. كل مشروعك مبروك. تركت المارك هذه ولا المارك حقيقي؟ لا والله ذاك المارك وصاحب المارك ابو لافي خذ قسمك يا حبو يا رجال. كل مشروعك مبروك. كل مشروعك مبروك. اه اقسيمة ذي الله من يوم طلعت من ابيشا المعزه الدور والحين دي ننقل اي ننقل ملكيه العنز لاي واحد ثاني. عطني عود عطني عود بس صاد والله تاخذ والله تاخذ من الكفو يقول انا سامح والله عشان خاطري بس محمد يا اخي قد انا حلفت محمد انا حلفت العنز قدته اشتري بس وش عيبها؟ نصبت المويه بقول الحين اقسم بالله والله بس قطعه هذه شوف هذه والله شوف هذه بس في مويه ها في مويه طيب شوف انت تحت ذي في مويه هذه لها سعر في مويه زود كلها بالله جيب لي عود جيب لي عود من هناك من الشجره ها وراك مويه شرب بعطيه صح نظيف يا نايف نظيف لا 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 عطني يا عشان بيزين ما في العين واحد ما في العين واحدة ما في العين واحدة نظيف توني ما كنا فيه والله يا شك كذا فنخلها هذه كنا في وجهه يا حياك يا ابو ركبي خلاص انا والله